تعطف من سيد ثلاثة معين نعود بوش ديالك إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة تطافت التابعة لتراب عمالة إقليم العرعيش. إذن بطبيعة الحال نايضة بين أصحاب الطاكسيات ما بين جماعة تطافت وجماعة بوجديان، ناخذوا التصريح بطبيعة الحال ونشوفوا شكون اللي عنده الحق أنه يدخل المحطة وشكون اللي ما عندوش الحق أنه يدخل المحطة بطبيعة الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخي. سيدي حنايا هادي دابا دخلت حنا مع هادي انا خدام في الطاكسي هنايا من 92 حنا في تطب، ودابا ما كانوش كاع ديال الطاكسي ديال بوجديان لا والو، وحنا هنا في تطب وعاد خرجوا هاد بوجديان 8 الطاكسيات وعندهم بوجديان بعيدة من تطب ب 20 كيلومتر، تخرج من القصار 5 كيلومتر كجبار بوجديان تولا زعرورة، يعني عندهم محطة بوحدهم، محطة ديالهم بوحدهم على خمسة كولون من القصة كنلقاها خارجة على بوجديان على تولا زعرورة الخميس من العود، كتلقى تطاف تلقوا لا تنقل شاول، حنايا دابا بعيدين من بعضياتنا ب 20 كولون، وهندسة دابا رجعوا من المحطة اللي كيتدعوا يعني ما تشكاو، واخا هي فين تشكاو ولا شي واحد خد بيدانا. واخا دابا هي السؤال المطروح، هذه البلاصة اللي كانت موجودة فيها على بحسوبها ديال تطب. على تطب. تطب. هذا مركز تطب، جمعية ديال تطب. هذه دابا هذه المحطة ديال تطب. هذا الناس هذا ما كيقول لك هما عندهم هما بوجديان، الرخصة فيها بوجديان، حنا عندنا تطب. هذا ما كاين عندهم هنا الجماعة ديالهم هنا. اللي كتبقى ما كاينش حتى جابوا لهم الجماعة هنا. ولكن هو راه عنده بوجديان، راه مكاتب اللي فيها بوجديان، شوف بوجديان فينا هو، راه 24 كيلومتر، راه عنده السوق ديالهم من الخميس. كيعمر الخميس، وعندهم المحطة ديالهم تما والسبيطار ديالهم تما، ودابا اليوم عاد جاونا هنا وكيهجموا علينا هنا في المحطة. هما راه مكاسين في المحطة بين وقعوا هنايا. المحطة ديالكم؟ هي المحطة ديالنا. المحطة ديالكم؟ وحنا المحطة ديالنا ما بقاتش، ما عندناش دابا. راه هما عمروا عليك. وخا شنو هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا خاصنا نشوفوا نطلبوا من الله ومن السلطه ينفذوا الامر ديالنا، شوفوا لنا اللي يعطونا، اذا كانوا هما يديوا هذه يعطونا حنا فين نمشيو عاوتاني لما كانوا عندنا حق. انا دابا وليتوا انتم كتهزوهم وكيهزوا في نفس المحطه. دابا في نفس المحطه جابوا دابا لعن حنا بقينا شنو هزوهم اللي هزوا دابا؟ قبلت محطه شفت ولات محطه قبلت محطه جاو نيزه هما نيزه يعني انقذنا الصراع مع الكليه. كيفاش دابا حنا نخدموا؟ ما عندهمش الحق انهم يوصلوا لهنا. لا استاذ كيفاش دابا حنا نخدموا محطه ونفصل مع المحطه؟ كيفاش نخدموا؟ دابا حنا المنطقه عندنا مقسومه جماعه بوجديان وجماعه ديال تطاف. دابا حنا ما غنخدموا كيفاش؟ عندهم محطه مقابل محطه. دابا الناس ما غيجيو يركبوا معنا، ارا انت البطاقه ديالك جماعه بوجديان دوز هكا، ارا انت البطاقه ديالك جماعه تطاف، واش ممكن نخدموا حنا هكا؟ راه مستحيل نخدموا بحال هكا. راه لا يمكن، لان كيفاش دابا حنا غنخدموا؟ دابا حنا الا خدمنا بهذه الطريقه يعني حنا يولي فيها الضرب والجرح، يولي المشاكل. ما يمكنش غدير محطه انفاس، مستحيل. هيا نمشيو معاه في الطرح ديالو، كيقول لك ان الجماعه ديالو، واش حنا نديرو محطه وما اسمها محطه؟ كان غير قانونية دير محطه مقابل محطه. وخصنا عندهم في الرخصه هما. هو عنده مركز بوجديان، حيت هما جماعه بوجديان تابعه للمركز ديال تطاف، حيت هو المشكل اللي وقع في هاد ثلاثه محطات، هذا المشكل اللي وقع استاذ، ان الجماعه ديال جماعه بوجديان تابعه للمركز تطاف، هما ما عندوش المركز، عاد كيقولوا انهم بغا المركز ديالهم مبرمجينه هما. هما دابا كيقول حنا خصنا محطه انفاس معاكم، واش ممكن حنا نخدموا محطه انفاس؟ مستحيل. المشاكل وما عندهمش هنا مس المشاكل. دابا هما ما كيخليوهمش يعاقبوا. استاذ اسمح لي. السلام عليكم. انا من 89 وانا هنايا، الطوبيس كان كيجي لهنا لتطاف، الموظفين كيجيو لهنا لتطاف، الناس مقيده هنايا تطاف، والتقسيم الاداري ماشي هو التقسيم الترابي يعني حنا هكا وهكا. خو حنا كنخدموا البلايص خطوط. هادي 32 سنة وما سامحين ما كيخدموا الخميس. اليوم قال لك المشكل المشكل نايض على طاكسي بوجديان. لا ما سيدي مع القصر براسه، مع القصر ما عندناش مشكل مع القصر حنايا. دابا هما علاش جاونا هنا لهاد المحطة؟ باش ينوضوا البلبالة. جاو بلاص الطاكسي كيقول لك زعما الحضاري هما يعمروا بلاصه، واحد ديالنا يعمر حنايا وبوجديان هو يعمر ديالو، فهمتي؟ هما ما عندهم حتى دخل في هذه المحطه هذه مره، شفتي كيف؟ راه نعم. الرخصه اللي
نعم نعم. من إيلا؟ من إيلا؟ لا 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 شوف هذه ديال هذه الرخصة هذه اسمح لي ولدي هذه عندها غد ديبار بدون دابا شنو عندنا؟ هذه البلاصة هذه مسمى بطاطا عندنا الرخصة احنا مكتوبة فيها طاطا مركز طاطا بوجديان راها بعيدة ب 20 كيلومتر راها بوجديان عند بوجديان لا أقل ولا أكثر ما يدخلوش هنا اللي ما عندهم بوجديان راه بعيده منا. اي مواطن هنايا ما عندهم شي بوجديان. ما عندهم شي بوجديان. ما عندهم شي تطب عندهم بوجديان يمشيو بوجديان. حنا راهم بعيدين دابا 15 دابا جاو عنصروا لنا هنايا. احنا كي شكينا على السلطه نشكيو على الاخر ما كاينش. استاذ هذا مواطن قول له منين فين انت دابا؟ انت فين؟ تطب. ها؟ تطب. فين واقفين دابا احنا؟ شارع دبكالي. ديال تطب. اه. مي كتركب فيك كتقول له غنمشي؟ غنمشي للقصر. ومن القصر لاين؟ من تطب. السلام عليكم وعليكم السلام هذا مواطن كيسكن هنايا زيد الصح زيد دير الكلمه ديالك زيد الناس هادو مهينين قدامين هادو هادو الناس قدامين هادو المشكل المشكل سيدي هاد الطاكسي ديال بوجديان ملي خلقت انا عندي دابا 55 عام وانا كنعرف بوجديان فين بوجديان بعيده مني تقريبا 20 كيلومتر تقريبا 20 كيلومتر وانا خدام في الطاكسي دابا تقريبا 20 عام دابا وانا كنعرف هاد المحطه وقبل ما نخدم في طاكسي كنعرف انا كنركب في المحطه هنا وكنهود القصر ونطلع المحطه هنا نتا هذه البلاصه اللي كنعرفوها وجميع المواطنين كلشي كيعرف وبالنسبه للجامعه الاستاذ الجامعه اللي كيقول جامعه بوزيان داخله عندنا مركز تطب مركز تطب في الربعي كلها مركز تطب عندنا ايه والربعي له هذه داخله مركز تطب البريغاد هي فين هي داخل مركز تطب شوفوا فيها مركز تطب كلشي مركز تطب المنطقه ديال تطب مركز تطب نعم هذه تطب واخا فيه الجماعه ديالهم تبوجديان هما راهو ما عندنا هما كيجيو يصححوا علينا وكيخليو دابا ديك الناس اللي ديال بوجديان شكون اللي غادي يهبطوا من القصر وشكون اللي يجيو من هنا وشكون اللي يمشيو خلاهم تما هذا هو المشكل هما هاك من ياك المطالب ديالهم المطالب ديالنا تفرقوا علينا المحطه ديالهم حقي وقفوا ولا لا شنو المحطه ديالهم مع بعضياتهم المطالب ديالنا شنو المحطه ديالهم كيطلبوا الطلب المستحيل كيطلبوا واحد الطلب كيطلبوا مستحيل بلاكه مقابل بلاكه واش خدامه هذه يمكنش نديرو محطه هنا ومحطه هنايا جيب الاسعاف وجيب الدرك وجيب الشرطه باش يفكونا وما نتفكوش يعني ديما في الصراعات ديما في الصراعات ديما واخا شنو هي المطالب ديالهم يمشيو للمركز ديالهم حنا كنطلبو يمشيو للمركز راه المركز ديالهم تما راه محطه ديالهم حنا يتفرقوا علينا هذا هو الطلب ديال سمي الطلب ديالنا حتى رجال الدرك قالوا لهم سيروا سيروا بحالكم هما ما بغاوش تفضل اه حتى رجال الدرك راه قالوا لهم سيروا للمركز ديالكم هما ما بغاوش الامين ديالهم قال له سير المركز ديالك راه تما ما تهزش هو راه معنصر تما دابا يلا تشوفوا دابا راه معنصر تما الطاكسيات ديالو يلا دابا على المطالب ديالكم بطبيعه الحال بان السلطه تدخل تحمينا من هاد ديالهم تحمينا ما عندناش الحق نمشيو بحالنا او نردوا الكرايم لمواليهم وعندنا كريديات ديال الطوموبيلات عاد شريناهم كل واحد عندنا بزاف دابا حنا واقفين وما خدامين حنا واقفين وما خدامين اصل الصراع باش تفهموا هما واصل الصراع كامل عنده مع القصر كبير مع الطاكسي قصر كبير وقع لهم واحد النزاع حيت اصلا هذه المصارفه ديال بين الطاكسي والطاكسي راه ماشي راه العرف راه القانون واضح العوده الفارغه قلب وولي ما كاينش ديك المحطه المحطه هذيك كتبقى اطار العرف عرفي كنتصرفوا مع بعضياتنا نهار كيبقى المشكل تفاهم مين ما كيبقاش التراضي والتفاهم خصك تلتزم نقطه يجيو من المحطه هنا وغيتعرضوا للطاكسي القصر هنايا اذا حنا ما غيجي الطاكسي القصر يتعرضوا لنا في التراب ديالي اذا انا غنتقاطع معاه اذا نصدق انت واحد 30 طاكسي جاني عليه كلشي في المشاكل هو هما المشكل ديالهم كامل هما خصهم يقاطعونا مع القصر كبير هذا هو الهدف ديالهم نجوعو كاملين باش كنا نجوعو نبقاو نجوعو هادشي اللي كاين استاذ شي واحد الاخوان تفضل زيد مصطفى زيد هذا راه متقاعد هذا مسكين راه متقاعد هذا هو عنده بصره هو السلام عليكم اخويا هذا الطاكسي ديال بوجديان اللي جينا المحطه عنصر هنايا جماعة بوجديان داخله في التراب الوطني ديال المركز ديال تطف يعني الجماعه داخله المركز تطف المركز لا المركز ديال تطف راه عندها بلاكات 40 من هاد الجيم دخلها من هاد الجيم دخلها من هاد الجيم كامل عنده بلاكات 40 الاستعمار هي سميتها تطف وهي سميتها الجماعه كاينه جماعه بوجديان هنا اي ولكن داخله في المركز ديال تطف يعني المطالب ديالنا بان نطلبوا من السلطه تحمينا من هادشي هذا وتفكنا هاد المشكل ديال هاد النزاع هذا ما يبقاش باش نطيحوا شي فشي مشكل حنا مولي الوليدات خدامين على راسنا ما خصناش نطيحوا شي مشكل من غير رجال الدرك اللي وقفوا معنا والقايد حسموا في الامر ديالنا ولكن الامين ديالهم ما بغاش يمشي من هنايا
راه هو ما بغاش يمشي. يعني حتى رجال الدرك والسلطه المحليه المتمثله في القائد قالوا سير للمركز ديالك، انا ما جيتش عندي هنايا. جيب بلاكه ديالك اجي مرحبا. وهو ما بغاش. هو ما بغاش. راه هو قال يعني السلطه، السلطه راه حاكمه عليهم ولكن هما ما باغيينش يمتثلوا. حنا هنا غنخدموا كلنا ولا ما يخدم فينا حتى واحد. اما رجال الدرك او السلطه المحليه السيد القائد سير المركز الانطلاقه ديالك. اذا شنو الحل مع هاد الناس؟ كيقلبوا على المشاكل، جيب شي حاجه من العماله ولا طلع طلع الوزاره الداخليه، حنا علاش كتجي تحك علينا؟ طاكسي راه تطف ها هي مركز هي تطف ها هو طاكسي تطف شنو هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال، هو السلطه السلطه فرقت بيناتنا ولكن هما ما بغاوش يمتثلوا المسائل. شكرا اخي، شي واحد اخر الاخوان جيت.